السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبه محاكي الشاحنات. وطبعا يا جماعه الخير، اليوم سفرتنا راح تكون لثلاث بلدان. طبعا نحن هلا حاليا بامستردام او بهولندا، راح نطلع على بلجيكا، من بلجيكا راح نطلع على فرنسا، على شمال فرنسا طبعا، على مدينه ليلي. طبعا اليوم معنا سياره كتير كتير فخمه، يعني عن جد طوطه طرب كتير كتير، ان شاء الله راح تعجبكم. مثل ما شايفين قدامكم مرسيدس سي 63 طبعا اي ام جي، يا عين على السي كلاس. تفرج صلي لي على النبي وفقعنا لايك هيك يكون مرتب، ولا تنسى الاشتراك يا حبيبي وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. طبعا تفرج على الشكل الخارجي ما افخمه، شيء خرافي. طبعا اللون كتير حلو، لون كحلي غامق. فخلونا نشغل السياره نسمعكم الصوت. يا عين على الصوت، يا عين على الصوت. فرج لي الجنط ما افخمه، والله حلو الجنطه يا جماعه الخير. طيب بسم الله نركب بالسيارة. تفرج يا حبيبي على الإنارة، تفرج على الوضع، تفرج على الفخامة، يا عيني عليكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نطلع على الطريق. يا حدا حبيبي كفو كفو، والله وقف لي، شفتوا؟ طبعا السيارة كتير صاروخ يا معلم، صاروخ وبنفس الوقت يعني صوت طربي شيء خرافي، ان شاء الله راح تعجبكم. بسم الله طريقنا من على اليمين يا حبيبي. طبعا هلا حاليا نحن بامستردام يا جماعه، بامستردام الهولنديه مثل ما بتعرفوا. درج يا حبيبي، هي اول مخالفه رادار، شايفين؟ شافنا الرادار. شو بتسموا الرادار يا شباب؟ طبعا يا شباب على طول تسالوني في التعليقات انه هي اللعبه بتنزل على الموبايل ولا لا. طبعا بتنزل على الموبايل بس بشكل بدون اكنها مخالفه يا جماعه تبعت الاناره، ما شغلنا الاناره تبعت السياره. ف اللعبه بتنزل على الموبايل بس بدون مودات يا شباب، شغلوها على تطبيق اسمه جي فورس ناو. طبعا شرحت لكم اياه، عندنا شرح في القناه، راح احط لكم اياه في الاشعارات او في نهايه هذا المقطع، روحوا شوفوه وبتعرفوا كيف تنزلوا اللعبه على الموبايل. بسم الله تفرج يا حبيبي، ما الصوت اسمع. طبعا التوقيت في اللعبة هلا حاليا الساعة 5 او 6 الصبح. اوف، هي موقفينهم الشرطة شايفين؟ يا عيني على الصوت، افتح لكم الشباك. خير، ليش وقفوا؟ يا عيني على الصوت ما جمله، شايفين؟ بروكسل، بروكسل على اليسار راح نطلع عليها اللي هي بلجيكا. يلا يا حبيبي ليش وقفت؟ ليش وقفت؟ لك بدي اروح على اليمين ولا على اليسار؟ ليش شغل غماز اليمين؟ شغل غماز يمين وبدي اروح على اليسار. شايفين على الفخامة؟ يا اخي شقد في مخالفات هون؟ عم ناكل مخالفات رايحين جاي، شايفين؟ ما كان لازم نمشي في المدينة. يلا ما بيأثر، بس عن جد اليوم طربتكم طربة مرتبة، يعني عن جد شلون بالله عليكم. لك لفي 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 وحي. Thank you.
على مارس وطيري. يا ويلي وين رحنا يا ويلي. الله اكبر. شوفوا وين رحنا. شو الضربة هاي ضربنا؟ وين ضربنا اللعنة؟ شفتوا القيادة المتهورة شايفين؟ جيني في حدا جاي؟ ما في حدا. يلا روح قولوا له لك روح. يا اخي والله متعة في سواقة هالسيارة متعة. شباب شو بتحبوا نجيب لكم سيارات؟ اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله بنجيب لكم اياهم بنجربهم نطلع في هناك بشي طريق حلو. عبالي حق على اخر ثانية على اخر ثانية هيك عم بدعس فريم. بس شو هذا الصوت هيك اللي في صوت سفير كاني ما بعرف شو هذا الصوت فيه صوت مثل الصفير. طلع وين جينا يا شباب. يمكن دخلنا لفرنسا ولا لسه؟ يعني يمكن دخلنا يا شباب يمكن. ها دخلنا لفرنسا ايه. هاي مدينة ليلي يا شباب الفرنسية. تعال ننزل على المدينة. لا يا معلم كسرنا السيارة. انا مفكر حالي عم بسوق شو اسمه عم بلعب بالفورزا يا شباب. طيب وصلنا لليلي يا شباب. تعالوا نوصل لهون. ادخل لهون يا حبيبي. ايوه شوف لي الفخامة يا حبيبي شوف لي. والله يا جماعة الخير مثل ما شفتوا ان شاء الله يكون استمتعتوا في هذا المقطع. الصوت الطرب الفخامة كذا كذا يا اخي شغلة عن جد. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم وكتبوا لي شو بتحبوا نجيب لكم سيارات وان شاء الله ما بنقصر معكم. والله يا جماعة الخير بتمنى منكم لا تقصروا معنا وصلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل جديد. وبترككم بأمان الله وسلام.